السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم. استنفار أمريكي بالبحر الأحمر، وإلى التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة الأحد رفع حالة الاستنفار في صفوف قواتها المتمركزة في البحر الأحمر. يتزامن ذلك مع حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مشاركة اليمن في الهجوم على مدن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها بأن قواتها تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب. وكانت الدفاع الأمريكية أعلنت تعزيز قواتها في البحر الأحمر خلال الأيام الماضية من نشر مزيد من الأساطيل البحرية تحسبا لهجوم يمني واسع. ويأتي الحديث الأمريكي عن استنفار بالبحر الأحمر لأول مرة منذ بدء المواجهات في نوفمبر الماضي، عشية حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مشاركة اليمن بالهجوم الواسع على الأراضي المحتلة وفق بيان للبيت الأبيض. ويشير الاستنفار الأمريكي إلى تلقي أمريكا مفاجآت يمنية جديدة قد تتضمن دخول صواريخ ومسيرات جديدة إلى الخدمة، وهو ما يعزز قلق أمريكا التي فشلت بوارجها بوقف العمليات اليمنية المستمرة منذ قرار حظر الملاحة الإسرائيلية العام الماضي. أشكركم على حسن متابعتكم وإصغائكم، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.